يا معلم اصبر علينا شويه، وانا وعدك ان فلوسك هتبقى من اولويات الشركه. يا سارة يا حبيبتي، المسألة مش مسألة فلوس، الأدب فضلوه عن العلم. أنا مش عارف، مديون وطالع عينه وكحيان وتعبان وضرب مناخيره في السماء على إيه؟ هو مناخيره كده، خليك معايا أنا بس. أنا معاكي ومناخيري سليمة أهي. واحد باذندان، واحد بطاطس، واتنين طعمية. ياد، بطعمية وبطاطس إيه وباذنجان إيه؟ طعمية إيه وبطاطس إيه؟ حد ياكل حته البسكوته دي طعميه وبطاطس؟ ما انا ما عدتهاش طعميه، انا عطيتها باذنجان. باذنجان ايه يا عاد؟ انت يا غشيم، خد امسك، هات لك 3 كيلو كباب وكفته وسلطه وروشهم، وهات كمان صينيه بسبوسه بالقشطه. حكيم انا اموت في الحلو. طب اقول لك ايه، اديب طبق ده توه. ايه طبق ده توه؟ جت هنينك، جت هسمتك قبل ما تسميك روح. استنى معلش، اصل انا عامله رجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. روح يا واد. رجيم ايه؟ خليك معايا بس في موضوعنا، انا بس طمعانه في شويه تسهيلات. انت تطمع زي ما انت عايزه وتسهيلات زي ما انت عايزه، بس ترضي. انا مش عارف انت دافنه نفسك هنا ليه، بيديك كام بركه ده؟ مش هي هتجيب كباب وكفته في مكتبي يا واطي يا مزور انت؟ الله يرحم ايام زمان ما كنت بتاخد راس الفرخه نايم. خليكي شاهده يا ساره، انا جيت لعنده برجلي. مكتبك في حتة زينة وعليه حركة، نعمل فرع لشركتي وتشتغل قليل وتلقى مرتب أول الشهر. وليك عليا عشان خاطر عيون سارة أتنازل عن قضية إيصالات الأمان، كده عداني العيب. أنت عايز تشغل بركة والطاهر عندك وتديله مرتب؟ فلوسك هتاخدها على الجزمة. لا، فلوسي هعرف أخدها إزاي في المحكمة. فكر في اللي قلت لك عليه يا سارة. يلا فور يا معلم. استنى انت واقفه تتسير معاه ومشيع يجيب لك كباب وكفته، هيقول علينا ايه؟ محرومين احنا ولا مجوعينك؟ هو بيقول لك تفكري. تفكري في ايه انت؟ طبعا، ما انت مش داريان بحاجه. اتفضل. المقاوله اتسحبت والشركه هتتقفل. مبسوط؟ لا حول ولا قوه الا بالله. عرفت بقى انا بقى ايه ساعه بتكلم معاه في ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ خف الروج، خف الروج، روحي. معاك ايه انت؟ بطاطس طعميه بدندان. ساده الطعميه؟ لا، الطعميه عليها طحينه وسلطه. خد بدندان مليح. لا انا هاخد طعميه. يلا روح اعمل لك شاي بلبن. اعمل.